أضرب عن الناس وادخل حضرة الله، والله والله لن تلقى سوى، والله 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 لا ينفعك ذو سعة في أي أمر، ولا يحميك ذو جاه. ولا يضرك دون الله من أحد، فوحد الله خل الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، به الإعانة بدءا وختما، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مثل ذلك. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج من مشكات النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا وافرا من مشكات النبوة ومن معاني الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى يدور حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، التي أفرد لها علماء السنة والسيرة دون تخصيص أو استثناء. جميعهم أفردوا في مصنفاتهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله ومناقبه وخصائصه، وفي كتب السنة كذلك أفردوا مساحات واسعة لنقل الروايات الصحيحة التي بلغت، كما قال يعني بعض أهل العلم، بلغ بعضها حد التواتر الذي لا ليس بمقدور أي مؤمن أن يرده أو ناهيك أن ينكره. وما لا يبلغ حد التواتر من هذه الروايات بلغ حد الاشتهار بين الناس، فكان من قبيل الأحاديث المشهورة. وإن جاءت روايات عن طريق الآحاد فإنها تقبل طالما أنها كانت صحيحة، بل حتى تلكم الأسانيد الضعيفة تجاوز العلماء عن روايتها في باب المناقب، التي مهما تحدث المتحدثون عنها في جانب رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يبلغوا الشأوى الذي أراده الله تعالى لرسوله، ولن يدركوا عظمة ما أولاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من سيادة وفضل وشرف. لذلك نأخذ قيضا من فيض، ونأخذ سطرا من سمطر سجلت وسطرت في حق معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم، والتي تأتي لأسباب عديدة مختلفة، لكنها تجتمع وتتفق على معنى واحد، أن فيها دلالة واضحة على عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ندرك هذا المعنى حينما نعرف معنى المعجزة، والتي تشتق في لغة العرب من معنى الإعجاز، والذي يعني حينما يقال أعجزه الأمر يعني عجز عنه ولم يقدر عليه، ولكن اصطلح على معنى أو على عبارات دقيقة معينة في تعريف علماء العقيدة، لأنها تبحث في هذا العلم وتطلب من هذا الجانب، فاصطلحوا على تعريفها بأنها أمر خارق للعادة،
ومن هنا يعني تظهر عظمة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لم تكن من الأمور المعتادة للناس، فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. وهي كما يعني أشار لذلك الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد صدق عبدي فيما بلغكم به وفيما أخبركم عنه، ودليل صدقه أني أجريت هذه المعجزة على يديه صلى الله عليه وسلم. ومما ذكره العلماء في باب المعجزات بصفة عامة، معجزات الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى من قدرته وحكمته أنه كان يجعل لكل نبي من أنبيائه ورسول من رسله عليهم الصلاة والسلام من المعجزات ما يعجز عن الإتيان به أقوامهم، وأن هذه المعجزات تكون في الغالب من جنس ما برع فيه هؤلاء الأقوام. لذلك كانت معجزة سيدنا موسى مثلا من جنس ما برع به قومه من بني إسرائيل، فقد برعوا في جانب السحر والتخيلات حينما يلقون على الناس الحبال والعصية كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فيخيل للناس أنها تسعى. فجاء سيدنا موسى بمعجزة هي في ظاهرها من جنس ما برع به هؤلاء الأقوام، لكن حينما علم السحرة أن الذي جاء به سيدنا موسى ليس من جنس فعلهم ولا من قبيل سحرهم، كانوا أول من آمنوا به وأول من سجد إيمانا وإظهارا للإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأن موسى عليه السلام رسول من عند الله عز وجل، أعلنوا ذلك لقناعتهم ولما وصلوا إليه من يقين راسخ أن هذا الذي ألقاه سيدنا موسى وأن عصاه التي أمره الله تعالى بإلقائها وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هنا بطل سحرهم ووصلوا إلى قناعة أن هذا هو رسول حق وصدق من الله سبحانه وتعالى. وكذا حينما بعث الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام لقومه الذين برعوا كما يعني جاء في كتب السيرة والتاريخ أن قوم عيسى عليه السلام كانوا قد برعوا في جانب الطب وفي جانب مداوات الأمراض وعلاجها، فجاءهم سيدنا عيسى عليه السلام بمعجزات من جنس ما برعوا فيه من أمور العادة والتجربة ومن الأمور العادية والتجريبية في حياتهم. فكانت من معجزاته عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى، عالج أمراضا عجز الأطباء في وقته وزمانه عن علاجها، بل للدرجة التي وصل الأمر به عليه السلام للإتيان بمعجزة لا يمكن لأي طبيب مهما أوتي من براعة ومهارة أن يفعلها، وهي معجزة إحياء الموتى. فالمريض الذي يفضي به المرض إلى الموت لا يملك الطبيب أن يعيد له الحياة، لكن كانت معجزة لسيدنا عيسى عليه السلام. ومن المعلوم أن معجزة رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، المعجزة الأولى والكبرى، كانت هي القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليه هدى ونورا وشفاء ورحمة، ومع ذلك إعجازا. عجز أهل مكة الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمر الوحي وشأن النبوة،
وكانوا قد برعوا في جانب اللغة والفصاحة والبلاغة والشعر والرجز والقصيد وغير ذلك مما يتطلب براعة لغوية فائقة تمتع بها أولئك الأقوام الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عرف بينهم وعلم بأنه أمي لا يخط كتابا ولا يقرأ ولا يكتب، فجاءهم بهذا الكتاب المبين وبهذا القرآن العظيم الذي في بداية الأمر حاولوا أن يردوه وحاولوا أن ينكروا أنه من عند الله، وتفننوا في وصفه بأوصاف تبعد الناس عنه وعن الإيمان والتصديق به، فتارة يقولون إنما يعلمه بشر، وتارة يقول عنه أنه أساطير الأولين، حتى جاءت مرحلة التحدي التي أثبتت عجزهم مع فصاحتهم وبلاغتهم ومع ما تأهلوا به من لوازم التصنيف والتأليف لكلمات الفصاحة والبلاغة، التي مهما حاولوا أن يتفننوا فيها وفي نظمها فإنهم لن يصلوا إلى مقارنة تنعقد بين كلامهم وبين كلام الله عز وجل وقرآنه المعجز. ومع ثبوت وإثبات القرآن كمعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقط من عجز الأقوام عن الإتيان بمثله أو الإتيان بعشر سور من كسوره كما تنزل بهم التحدي، بل عجزوا حتى عن الإتيان بسورة واحدة من مثله، فثبتت معجزة القرآن الكبرى على أولئك الأقوام، وبقي هذا الكتاب العزيز يحمل من معاني المعجزات ما لا تنتهي معانيه إلى قيام الساعة، فكلما تقدم الزمان بالناس وكلما تغيرت أحوال الناس وعلومهم ومعارفهم وجدوا في القرآن ما يدل على أنه معجزة باقية خالدة إلى يوم القيامة. والعلماء الآن يتداولون ما يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فإذا كان إعجاز القرآن في أول أمره فصاحة وبلاغة لأولئك الأقوام الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم، فإن في تقدم العلم وتقدم الزمن بالناس وتطوره في العلوم والمعارف رجع القرآن الناس للقرآن فوجدوا أنه معجز أيضا من هذه الحيثية. وبهذا الاعتبار فكانت المؤلفات وكانت الملاحظات الكثيرة وكانت التنبيهات والإشارات العظيمة على ما يحتوي هذا الكتاب العظيم من إعجاز علمي لم يستطع بشر أن يصل إلى مستواه وأن يدرك معناه مهما أوتي من علم وحضارة وتقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى وشرفه بمعجزات كثيرة جدا، فلم تكن الحكمة الوحيدة من إجراء المعجزات وخوارق العادات على يديه صلى الله عليه وسلم فقط لإفحام الخصوم أو لبيان صدقه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجر الله سبحانه وتعالى على يديه صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى، وهو صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ينظرون ويشاهدون فيزدادون إيمانا ويقينا، وكلما رأوا معجزة منه صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون زادنا الله بك إيمانا ويقينا يا رسول الله. فأجر الله تعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم من صنوف المعجزات وألوانها ما يعجز البشر العاديين عن الإتيان بمثله، إلا أن يكون كرامة من الله سبحانه وتعالى للصالحين من عباده وأوليائه، أو أن يكون معونة من الله سبحانه وتعالى لعامة أفراد هذه الأمة، وهذا كله يدخل في معنى خوارق العادات. إذ أن العلماء قسموا هذه الخوارق إلى هذه الأقسام، فكانت المعجزات والإرهاصات للأنبياء، فما حدث من خوارق العادات للأنبياء جميعا ولنبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص قبل نزول الوحي والرسالة إليه، هذا يعد في باب الإرهاصات.
وما جاء من خوارق العادات وأجراه الله تعالى على يديه صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه يدخل في معنى ومسمى المعجزات. وكلا الأمرين إرهاصات أو معجزات كلاهما يدل على عظمته صلى الله عليه وسلم، ويعتبر بابا من أبواب مناقبه وخصائصه صلى الله عليه وسلم. لذلك نأخذ طرفا يسيرا من هذه المعجزات التي يعني كما ذكرت يصعب إقصاؤها واستقصاؤها في مثل هذا الزمن الوجيز، ولكنها إشارات يمكن لمن أراد أن يتوسع، لأن معرفة هذا الجانب المهم من حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم له الأثر الأكبر أيضا في زيادة الإيمان به وزيادة التعلق به وزيادة محبته صلى الله عليه وسلم، كما حدث للصحابة في رؤيتهم لهذه الخوارق وهي تجري على يديه صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى درجة دافعوا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وضحوا بكل ما يملكون من غال ومرتخص، ذلك تأكيدا لمحبتهم وتعلقهم به صلى الله عليه وسلم. فنبعت الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في وقت كان الصحابة فيه على سفر، وكما جاء ذلك في الصحيح، ومنه صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان عددهم أكثر من 1000 من الصحابة، كانوا 1400 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يزيدون، كلهم شربوا ونالوا بركة هذا الماء المبارك الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والذي عده العلماء وصنفوه كأفضل وأعظم ماء خلقه الله تعالى على الإطلاق، حينما رتبوا المياه على ترتيب الفضل الوارد في والمثبت في نصوص صحيحة صريحة، كحوضه صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تعالى له تكرمة ومنة وتعظيما، وكما زمزم وغيرها من المياه التي ثبتت بركتها، فإن كل هذه المياه يقدم عليها عظمة وبركة ذلكم الماء المبارك الذي خرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم خاطبته الحيوانات ونطقت في حضرته الجمادات في إشارة واضحة إلى أن هذه المخلوقات التي لا تعي ولا تعقل قد أوجد الله تعالى فيها معنى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى التعلق به، فلا يوجد بعد ذلك عذر لمعتذر ممن تخلف عن التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من البشر العقلاء الذين خصهم الله تعالى وميزهم بالعقل، فلم يرتقوا بهذا العقل إلى تلكم الروحانيات التي تجعلهم يرون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم وأفضل المخلوقات، وأنه صلى الله عليه وسلم أحق بالمحبة والاتباع. فكان للحيوانات قصب السبق على هؤلاء حينما جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وحينما زرفت الدموع في حضرته صلى الله عليه وسلم، بل وحتى الجمادات بكت وحنت واشتاقت، وعبر عن ذلك وأظهره الجزع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تحول عنه سمع الصحابة له خوارا كخوار الثور، ومنهم من قال أنينا كأنين الطفل، ومنهم من قال بكاء، إلى غير ذلك من الألفاظ التي دلت على تعلق هذا الجزع، هذه الخشبة التي كان حينما يروي الإمام الشافعي قصتها لجلسائه وتلاميذه يقول لهم: خشبة تحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بذلك، استذكارا لعظمته صلى الله عليه وسلم وطلبا للمزيد من التعلق به صلى الله عليه وسلم. فجرت هذه المعجزات بهذه الأنواع وبهذه الأصناف لتثبت هذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وصولا إلى عظمة لم تكن لغيره وإلى مقام أوحد خصه الله تعالى به. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا معرفة لرسوله صلى الله عليه وسلم وحبا وتعلقا به صلى
صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من خيار المصلين والمسلمين عليه، وأن يرزقنا محبته واتباعه، وأن يجعلنا من أهل مرافقته في أعلى درجات النعيم المقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ولا يضرك دون الله من أحد، فوحد الله، خل الشرك بالله، والله والله ما في الكون من أحد يعطي ويمنع يا هذا سوى الله. ما هذه الدار؟ دار للإقامة، يا مغرور فيها فلا تغتر بالله، وأنت فان وكل الناس فانية والله باق، فكن عبدا إلى الله. صلى الله عليه وسلم.